السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. فيلمنا اليوم اسمه كرويلا. لما تسمع كلمة كرويلا تفتكر هذه الشخصية؟ ما أتوقع، كثير مننا ما يعرف هذه الشخصية. لكن لما تقول الشخصية الشريرة في فيلم كرتون ديزني 100 مرقش مرقش، هنا الكل يعرفها بملابسها الغريبة، بسيارتها الطويلة، بمطاردتها للكلاب طول الفيلم على أساس إنه تاخذ فكرة إنهم مرقشين وكذا، وتضيفها لمجموعة الأزياء الخاصة فيها. طبعا ما حد يعرف إنه اسمها كرويلا إلا قليل. وهنا يبدأ فيلمنا بشرح قصة هذه الشخصية الشريرة كرويلا، واللي هي اسمها الحقيقي أصلا ستيلا، وهي عبارة عن فتاة عانت في حياتها كثير لدرجة إنها كانت مشردة، وتعرفت وهي مشردة على 2 من أصدقائها اللي ساندوها طوال فترة التشرد. طبعا القصة دارت في مدينة أو في لندن أو في شوارع لندن. نقول ستيلا كان عندها شغف رهيب جدا في الأزياء والتصاميم، إلى أن قابلت واحدة من الشخصيات العظيمة يسموها البارونة، هتشوفوها إن شاء الله في الفيلم. لكن قصة كيف إنها تشتغل تحت البارونة عشان توصل لمكانتها. طبعا البارونة شخصية نرجسية أنانية ما يهمها أحد. ومن هنا تبدأ قصة كفاح ستيلا وتغيير شخصيتها لتصبح شخصية نرجسية مثل شخصية البارونة وسيدة الأزياء الأولى في لندن. ما أبغى أحرق عليكم أكثر من كذا، مشاهدة ممتعة بصراحة، الفيلم ممتع جدا. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لايك إذا عجبك، حاب إنه أستمر اكتبوا لي في التعليقات. أنا فقط أقدم لكم قصص الأفلام عشان لما تشوف البوستر تبع الفيلم تعرف إيش قصته، وأغنيكم عن التريلرز. لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك وتفعيل الجرس. الله يسعدكم إن شاء الله، في أمان الله.